بقراءة بسيطة لتفاصيل الخريطة الزلزالية السورية نشوف أن الزلازل اللي ضربت المنطقة على مدى عقود تراوح درجاتها بين 6.5 ل 7 درجات على مقياس ريختر، لكن للأسف بعضها صنف تاريخيا على أنه الأكثر تدميرا مثل يلي صار ب 20 أيار 1202 ميلادية، وهالشي بجنوب غرب سوريا وكانت قوته 9 درجات على مقياس ريختر. شعر فيه الناس من إيران شرقا وحتى الأندلس غربا، قارب عدد الضحايا 1,100,000 شخص. نتج عنه أمواج مد بحري تسونامي ضربت أجزاء واسعة من السواحل القبرصية وسواحل بلاد الشام. كمان صنفت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية الزلزال اللي ضرب مدينة حلب السورية يوم 11 تشرين الثاني سنة 1138 كرابع أخطر الزلازل اللي ضربت كوكب الأرض على مر التاريخ، وبالمرتبة الثالثة بين أكثر الزلازل تدميراً بالتاريخ الإنساني. بلغ عدد ضحايا 230,000 شخص، أما اللاذقية فعانت سنة 1404 من هزات مدمرة تقدرت قوتها ب 7.5 ريختر وترافقت مع حدوث تسونامي. لينضاف للقائمة الزلزال يلي ضرب سوريا خلال الساعات الماضية كأقوى زلزال خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا، يعني تقريباً من 28 سنة. مع العلم أنه محطات الرصد الزلزالي منتشرة باللاذقية، طرطوس، حمص، حما، درعا والسويدة وغيرها من المحافظات، ومهمة هالمراكز هي تسجيل الإشارات وإرسالها للمحطة المركزية بدمشق، ولما بتكون درجة الزلزال أعلى من 4 درجات بيشعر فيها الإنسان، أما لما بتتخطى شدتها 6 أو 7 درجات بتتحول لمدمرة.